شرفنا يا ابو اشواق، نخطب اشواق زوجها اللي ردي عامر. يا هلا ومرحبا والساعة المباركة. وعلى ذكرى ترانا ما خلينا سألنا عن عامر، والكل يمدح فيه ويثني عليه. تسلم يا عم، هذا من طيبكم. يلا عاد تفضل يا عامر، شوف البنت. تفضل تفضل تفضل. الحين اشوفها. اي تفضل عادي، بتروح معي. اقول لك كيف بتبشر لك. تفضل تفضل تفضل. يا هلا ويا مرحبا. اقعد هنا. اي تفضل تفضل. اسمعني، انا بنادي اشواق عشان اشوفها، بخليكم شوي وبرجع. اشواق اشواق، ادخل يا بنت. يا مدام ده رصاصي. وش قلت يا ولدي؟ تبيها ولا لا؟ الناس ينتظرون ردنا. اي بس انا ما شفتها زين، ما في عادة. وش رايك نرجع للفار؟ اي نرجع للفار. تبي تفشلنا انت يا ولدي؟ الناس طيبين والبنت جميلة مثل القمر. خلاص دامها عجبت اكيد انها بتعجبني، موافق. ألف ألف مبروك. والله مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيكم وعقبالكم يا عيال، وشكرا قليلة بحقك يا بدر. وش دعوة؟ لا داعي للشكر، أنت الحين صرت نسيبنا. لي الشرف. الله يشرف مقدارك. إلا ما حددت الزواج متى؟ الخميس مو بالجاي، اللي بعده. أجل حفل توديع العزوبية علي يا عيال. لا لا لا، أنا ما أحب الحركات دي، بعدين عندي أشغال. يا ابن الحلال، ترى كلها عشوة على قاتل صغير فوق شمعة، نفس شعر خويكم ذا. يلا عاد من عاد. يلا 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 خلاص براسكم. سلامات يا كفتة، تحتاج فزعة؟ لا 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 ما احتاج يا عامر، خليك في شغلك. أجل وش عندك؟ أدور على واحد عشان أعطيه اشتراك عشان يزوجني. أتحداك يا شيخ. الله من قد رسائل حب وغرام مع المدام. ها اي مدام يا ابو مدام، ارسل حق المكيفات الاسبريت يجي يركبها. اوف اوف، طب ليه ما تكلمها؟ وش اللي اكلمها؟ البنت خجوله امها تقول حساسه. يا ابوي بكره زواجك وحتشبع سواليف. اللي انت يا ابوي وين الشلة ده؟ يلا مكتوب في اللوكيشن، خمس دقائق ان شاء الله ونوصل. يا هلا والله ومرحبا. هلا والله ومسهلا. وش الوضع؟ رسم مرجلة ولا فلة؟ إلا فلة ومذرحة. كافو والله. مشينا عيال. الله وش ذا التصبير، يجي بالأدب. أوف 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 أوف، هذه الكيكة لي أنا وتستاهل أكثر. Yeah.
يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي، عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلعي من القاعة إلا عشر حريم خطبوك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد أنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وبوكي دق عليه ما يرد. يما أكيد مشغول، أصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليكي جاهزة يا أم العريس، شوي بخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اصحي جوالك يدق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. اري عريس يا عيون. يا راسي ايش السالفة؟ اقول امشي انت يا ابو مختك. وين بدك؟ امشي، الباب مقفل. طيب دريشة. الحين وشلون نروح بدون عامر؟ ابي اطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيلين هم، نبي نروح ولا تبي يجي. الو عامر، وينك فيه؟ اساله هو بخير ولا يتاخر؟ بخير بخير، اي بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعه وانا بجيكم. مع السلامه. عامر عامر انا جوعان يا عامر، ابغى اكل. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف انت. ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعه على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، انا عندي احساس انه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص اخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع. اوكي يا ابوي الحلاق فل، متى يجي دورك؟ ابيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الاطراف. هاي شنب يا ابوي، انت ما انت بشايف وجهك الا كنا صحن فاضي. خير يا ابوي خير خير، صف السره هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك، حركات المبزره ذي. يقول لك حلاقتك علينا ولك هديه لزقت خشم. اصلا انا مخلص. حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام، حياك الله. يا هلا الله يحييك، هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك يا مرحبا. الله يبارك فيك، حياك والله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله، مبروك. الله يوفقكم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال. مو مال المعرس، المعرس هذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا، حياك الله. يا اخوي عامر ابطا، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر له؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجنا يا ابوه.